شكرا جزيلا وشكرا على الحضور والتواجد. ألف شكر على وجود الوجوه الجميلة المضيئة دي معانا. كتر ألف خيركم. شكر جزيل لكل اللي حضروا معانا في الاستوديو وشكر أكبر لكل اللي بيتفرجوا معانا على شاشة التلفزيون. اللي يتفرجوا معانا على شاشه التلفزيون ويمكن جزء كبير كمان منهم معانا هنا في الاستوديو اتفرجوا على حلقه الاسبوع اللي فات مع إليسا، ذلك الحوار الحصري اللي انفردنا بيه واذعنا الجزء الاول منه الاسبوع اللي فات. الحقيقه انه الجزء الاول او الحوار ده حظي بمتابعه كبيره جدا مش بس في مصر انما في العالم العربي كله. وخليني اقول ان المتابعات الصحفيه ما كانش بس في الصحافه المصريه انما الصحافه العربيه كلها كانت بتاخد اجزاء من اللي اتقال في الحوار ده. كل منصات السوشيال ميديا او التواصل الاجتماعي وعلى راسها اليوتيوب كان في ارقام كبيره جدا من المشاهدات والمتابعات والتواصل للجزء الاول ده. الجزء الثاني هيتعرض الخميس ده ان شاء الله، بتستكمل فيه إليسا حكايات مختلفه وحلوه ومبهجه جدا. وبمناسبه البهجه بقى، في الجزء الاول اللي شاف الجزء الاول واللي هيشوف الجزء الثاني في حاجات ما اتحطتش في الحلقه لان هي بتبقى كواليس، بتبقى بيهايند ذا سينز، يعني ما بتبقاش ماشيه في سياق الحلقه، بالذات الحاجات اللي بتحصل في الفواصل. يعني إليسا لما كانت موجوده كان في كل فاصل نقعد نتكلم مع الجمهور ونهزر ويبقى في ضحك ومعلومات. الحقيقه كان في حاله كده بهجه بالرغم من انه إليسا كانت بتحكي عن تجربه صعبه، تجربه انتصرت فيها وبتدي حافز لكل واحد في التجربه دي انه في امل، انه الانتصار موجود وانه ممكن نعيش حياتنا بشكل قوي ومبهج جدا حتى ولو كان في ازمه كبيره زي الازمه اللي تعرضت لها. ولازم اقول انه إليسا كانت سلسة جدا قبل الحوار وأثناء الحوار. الحقيقة إنه على عكس ما توقعت، أنا بصراحة كنت متخيلة إنه ممكن إليسا يكون لها طلبات كتيرة لها علاقة بإنه ما نسألش في ده، ما نتطرقش لده، ما نقولش ده. قالت لي مفيش أي خطوط، اسألي اللي أنت عايزاه، أنا مستعد، أنا جاية أحكي. الحقيقة قالتها نصا كده، قالت أنا جاية أحكي، أنا هقعد في الاستوديو في حالة بوح. وقد كان على المستوى الإنساني أعتقد أن أنا كسبت صديقة جديدة اسمها إليسا. نرجع تاني، نرجع بقى، نرجع للضحك والكواليس والحاجات اللي مش هتتعرض في الحلقات، يعني كحلقات لأنها معظمها كانت في الفواصل. من بره القاهرة؟ انا كتير بره القاهرة. المنصورة، اسكندرية، اسماعيلية، من لبنان. حد فيكم قعد مع إليسا قبل كده ذات كلوز؟ لا انا عايزه اللي ما قعدش معاها قبل كده. اهو طيب يا سيدي، ايوه مش هجوزك انا انا عندي مشكله اوقات بتلبك، بتلخبطي، بتوتر، بخاف. انا حدا كل دول مترجمين لإليسا. ممكن معلش ممكن ندخل، معلش ممكن ندخل بالكليب بتاع اغاني إليسا، مش لكل اللي بتحبوني، الكليب الامور ده. هو محضرين لي كليب امور. ما بنحاول. بدي اسمع امبارح غنيت لهم انا وحيده، ما كنت عملت لها بروف، رجعت غنيت لهم اياها مع فيولونيست على المسرح واكبني. قوي. بتعرفي انه المود هو الناس، اول ما تشوف الناس يا بفوتوكي بالمود، يعني بخلوكي تنبسط تغني او بيعملوا لك تيرن اوف، بس بتصيري مجبوره انك تكفي الحفله. من جانيوري
ل ايار. ايار اللي هو ايه؟ يعني تشهور ربنا. ماي 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 مايو ماي. اقولكم حاجه ثانيه يعني. ايار ماي مايو مايو. احفظوا بقى ايار مايو. مره ثانيه الجزء الثاني من الحوار الحصري مع إليسا هيكون الخميس ده. بعد الفاصل هنكون مع نجم كمان استثنائي، نجم من طراز خاص وجاي في مناسبة مهمة مش بس تهمه، الحقيقة ان هي تهمنا احنا كبرنامج وكبني ادمين وكمان تهم المجتمع. بعد الفاصل ندخل في الموضوع. حد خالي من الاحتياج لأكياس الدم. ممكن جدا الدم اللي بتتبرع بيه يروح لحد من عيلتك فعلا وانت مش عارف. هو ساعتها بيحس قد ايه هو شخصيا قصر انه يتبرع بالدم. معا لإنقاذ انسان. هو كنز بس في ايدين الناس. الناس احيانا بيبقى عندها حق. لازم نربي ولادنا على الفكره دي. ما تطلبيش من الناس كلهم يبقوا زي بعض. دي خدمه لا تقدر بثمن. انا طبعا الحكايه لعبه في دماغي. مصر ما حدش اتحرش بيها. طبعا القانون مهم والعقوبه مهمه بس الاهم هو الوعي. الله الله الله. طب وما هيفضل لنا ايه؟ رفاهيه الصرف مش موجوده. قال لي بعد ما تتخرج من مخروبه دي هتشتغل ممثل ولا مخرج؟ تقول اي حاجه. ايوه هو صعبه جدا. تتعمل مسلسل ازاي؟ حواديت اللي بتقوليها من صغرك دي بتجيبيها منين؟ تحفظيها انت. صابوا ضرر كبير جدا في عموده الفقري. كان لازم انام من 6 لـ 8 اسابيع. تطمن كده ان بلدنا فيها مبدعين جامدين جدا. ده مشهد انا وانا بعمله انا حاسس ان هيجرى لي حاجه. وجرس انذار بالمستقبل اللي بيهدد كل امه كسلان. العطاء يبقى من الجميع، والغني قبل الفقير. صحيح. والقادر قبل المحتاج، والمسؤول قبل الموظف العادي. هو ده. كلنا بالتأكيد نعرف بنوك الدم أو نسمع عن بنوك الدم. كلنا في يوم من الأيام إحنا أو ذوينا أو أهالينا احتاجنا إن إحنا يتم الاستعانة بأكياس دم. ربنا يدي الصحة والعافية لكل الناس، بس ما فيش حد خالي من الاحتياج لأكياس الدم. بنوك الدم المصرية لأول مرة تختار لها سفير يبقى صوتها، سفير يعزز من الرسالة بتاعتها، سفير يشجع ناس أكتر وشباب أكتر إن هي تتبرع بالدم. هو كنز بس في إيدين الناس، كنز من المحبة، كنز من المساندة، نقدر نحققه طول الوقت. لما جم يدوروا على سفير لبنوك الدم لم يجدوا أفضل من نجم ذو مواصفات خاصة، نجم موهبته لا جدال عليها، نجم مش بس على المستوى العربي إنما كمان على المستوى العالمي. سيرته ومسلكه كمان بتؤدي خدمة عظيمة جدا لأي حملة هو بينضم ليها. خالد النبوي النجم المصري العالمي أصبح سفيرا لبنوك الدم. يعد الفن بكل أنواعه هو المرادف لكل المعاني السامية من الحق والخير والجمال، وبالتالي فإن الفنان الحقيقي هو الشخص المناسب دائماً للترويج لهذه المعاني السامية، وليس هناك من معنى أكثر سمواً من العطاء. ولذا فالهلال الأحمر المصري يتشرف لأول مرة أن يعلن اسم فنان ذو قيمة محلية وعالمية، الفنان خالد النبوي، سفيرا للتبرع بالدم لبنوك جمعيات الهلال والأحمر والصليب. الحقيقة لما خالد النبوي لبس الفيست أو الجيلي أو السترة الخاصة بالهلال الأحمر التبرع بالدم ما كانش بيلبسها عياء ولا كان بيلبسها عشان الصورة. خالد النبوي من الناس اللي لما بتعمل أي حاجة بيبقى لها معنى ولها مغزى ومش للتظاهر، وعشان كده ما عداش أسبوعين وابتدى على طول أولى خطوات تدشين الحملة وراح
هو وعدد من المتطوعين لمقر الهلال الأحمر في وسط البلد يتبرعوا بالدم ويدعوا الجميع إن هم يسندوا بعض بالتبرع بالدم. تلك الرسالة السامية اللي بيحملها دلوقتي خالد النبوي. كل واحد فينا أكيد عنده في عائلته شخص على سرير المرض. أخويا لما كان مريض قد إيه كان بيحتاج للتبرع بالدم، والعطاء لازم يكون من الجميع، الكرم لازم يكون من الجميع. وزي ما بيقول شاعرنا الكبير أحمد فؤاد نجم، غير الدم ما حدش صادق. وزي ما بيقول فؤاد حداد، قالوا ايه اللي يسكن في ضمير بني ادم من اللي رايح وجاي في العالم؟ الود. عايزين نود بعض، مفيش اغلى من الدم، نود بعض. وفي الاخر هنقول ايه؟ الناس 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 لبعضين. شكرا. موافقين جدا، متفقين جدا، داعمين جدا خالد النبوي. سعيدة بوجودك يا خالد. أنا متشكر على الاستضافة ومبسوط إن أنا هكون معاكي ومع كل الناس الحلوة دي. أشكرك بس زعلانة. خالد النبوي، أولاً يعني لا أنكر إنه في صلة ود من سنين ما بيننا وما بين بعض، بس خالد بقى إيه ما بيطلعش في التلفزيون. فأنا مبسوطة جداً بحملة التبرع بالدم دي للأسباب الإنسانية، وكمان لأن هي خليتك تطلع في التلفزيون بعد سنين أنت ما بتطلعش. يعني الأحسن إن الواحد يطلع عشان الناس بدل ما يطلع عشان نفسه. أنا سعيدة جدا وسعيدة بالحملة اللي أنت بتعملها، اللي بقيت نصبت فيها سفير حملة التبرع بالدم. يعني أشكرك إن احنا بنتكلم عنها النهاردة، وهي هي مسؤولية، مفيش لا سيبك من التنصيب ومن الكلام ده. احنا عندنا إنسان بيحتاج لنقل دم كل 3 ثواني، ومصر بتحتاج في السنة ل 3 مليون كيس دم، فإحنا بنحصل 50% من ده. فتخيلوا انتوا بقى كام مريض محتاج للحكاية دي. وبعدين مصر كمان كبيرة قوي، فمش لنفسها بس، فإزاي هنقدر نساعد اللي حوالينا وإحنا مش عارفين نكفي احتياجاتنا؟ وبعدين في الآخر الناس لبعضيها، الناس يعني لبعضيها، الناس لبعضيها، الناس لبعضيها، احنا في الاخر لبعض يعني. ده حقيقي. وهو في حاجه كمان، العطاء، عشان ده موضوع مهم زي ما قلت قبل كده، لازم يكون من الجميع عشان يعم على الجميع. يعني ما ينفعش، عشان كده انا بطلب من الغني قبل الفقير، من القادر قبل المحتاج،
من المسؤول قبل الموظف العادي انه نبتدي بدول وتبرعوا بالدم. الحكاية انه ممكن جدا الدم اللي بتتبرع بيه يروح لحد من عيلتك فعلا وانت مش عارف. هي دي الحكاية. وبعدين كلنا اصلها ما بيحسش بالأزمة غير اللي بقى موجود في الطوارئ او في العمليات وله عزيز وهيموت على كيس دمه ومش لاقيه. هو ساعتها بيحس قد ايه هو شخصيا قصر انه يتبرع بالدم. بس في حاجة انا مش عايز اسميها تقصير، لان انا ملاحظ انا لما باخد اي حاجة، عشان قلت لك مسؤولية اكتر من كونه يعني مناصب الكلام ده. لا ماليش فيها. الناس احيانا بيبقى عندها حق انها مش متأكدة انه ده هيبقى في مكانه الصحيح وانه هيبقى مجانا. وانا بقرا التعليقات من ساعة ما تصديت للموضوع ده، انه يقول لك ما احنا بنروح وبنتبرع وبعد كده نروح يقولوا لنا بكذا. عشان كده لما جيت مع بنوك الهلال الأحمر، أولا أنا مش بروج لجميع البنوك، أتمنى طبعا كل بنوك الدم في مصر، ومصر كل شيء فيها يبقى عظيم، إنما أنا مع الهلال الأحمر، بنوك دم الهلال الأحمر، مش كل البنوك، في أكتر من جهة أو بنك دم تابعين لجهات أخرى بيشتغلوا في الحكاية دي. فلما جينا نشتغل طلبت من الدكتورة مؤمنة كامل، ومشكورة وافقت، هي المسؤولة عن الهلال الأحمر المصري، مظبوط، سيدة فاضلة جدا، طلبت منها إنه نعمل شيك لكل متبرع. يعني اتبرعت النهاردة بدمك تاخد شيك إنه أنت بعد كده أو أي حد قريب ليك من الدرجة الأولى يقدر يصرف الكيس ده مجانا. أنت راجل اتبرعت، لأنه إحنا الناس يعني دمها غالي، فلازم كمان تحس إن فيه مقابل، مش إنه كده يعني وخلاص، مش إنه معلش، مش إنه أنا باخد دمك وحدي لك بعد كده بفلوس كتيرة. أنا متفهمة المنطقة، بس أنا بشوف التبرع بالدم ده نوع من الصدقات، من الزكوات، من الإحساس بالآخر يعني. طب ممكن أسأل فيه أي حد هنا تبرع بالدم قبل كده؟ عظيم طيب عظيم بالسهل عظيم يعني. عظيم اكتر حاجه بتبقى قلقاكوا؟ انا بقى معانا سعاده السفير بقى، ف ايه اي اكتر حاجه ضايقتكم مثلا في خبره او خايفين منها في خبره التبرع بالدم؟ اتفضل، يا ريت بس تعرف عليك. اسمي حاتم. حاتم طالب ولا متخرج؟ طالب في كليه حقوق جامعه القاهره. اهلا بيك يا حاتم، اهلا وسهلا بحضرتك. قول لي دلوقتي، انا كنت بروح تقريبا كل 3 شهور اتبرع بالدم، عشان هي دي النسبه، يعني هي دي النسبه اللي متعرف عليها، ما ينفعش لو رايح مثلا بالإيصال اللي هو بيدهوني ما ينفعش بعد 3 شهور. صح. فكنت بروح، فكان بيديني تيكت كده زي ما أستاذ خالد بيقول، بتدي شيك عشان بعد كده لما تروح أي مكان. التيكت اللي كان بيبقى موجود ده ما كانش بيبقى معترف فيه. يعني كنت أروح ولا كأنه حاجة ليها لازمة، مع إنها عربية معروفة والهلال الأحمر وموجودة في يعني في الميادين في الجيزة وفي الكلام ده كله. فهي دي ممكن دي تبقى مشكلة، ودي خلتني أبطل أتبرع بعد كده. يعني أنا تقريبا اتبرعت فوق 10 مرات. عظيم بس. ده كلام مهم، بس شوفي فضل. اصل انك انت تتكرم وما تطلبيش من الناس كلهم يبقوا زي بعض، لازم احنا نحسس الناس باطمئنان، ده مهم قوي، زي اللي جاي يديك حاجه او يعمل لك حاجه. يعني عشان كده قلت من الجميع، وانا قاصد من الجميع، العطاء يبقى من الجميع، ما احسش ان انا بس لوحدي، مش بس في الدم، في كل حاجة. كلامك مظبوط 100%، بس قد يكون الأوقع في وجود حد زي خالد النبوي له تأثير كبير، إنه إحنا نربي ولادنا على فكرة التطوع ومنها التبرع بالدم. أولا لازم نعرفهم احتياطات التبرع بالدم. يعني أنا من الناس، قلت حد كان تبرعت بالدم 10 مرات، يعني مش فاكرة كم مرة، بس كنت زي حاتم كده، ماكسيمم كل 4 شهور اتبرعت في بنك ناصر، اتبرعت في المعهد القومي للأورام، اتبرعت في جامعة القاهرة، اتبرعت في عربيات الإسعاف اللي بتبقى في الشارع، في كل الأماكن. إنما ما كانش ينفع اتبرع غير لما أشوفهم بيفكوا الإبرة قدامي بالتغليف بتاعها، يعني كنت لازم أبقى متأكدة إنه الإجراء اللي بيتم مظبوط 100%، وكنت متدربة على ده أو ذاكرته يعني.
لازم نربي ولادنا ان هم يبقى ده جزء في تكوينهم، لانه دي خدمه لا تقدر بثمن. طبعا طبعا العطاء بشكل عام، بس زي تاني هرجع تاني، انا مصر العطاء يبقى من الجميع، والغني قبل الفقير، صحيح، والقادر قبل المحتاج، والمسؤول قبل الموظف العادي. هو ده. بعد الفاصل هنرجع للفنان النجم السفير خالد. معا لإنقاذ إنسان. أنا كل ما تخوفاتكم أنا محترمها، رفاهية الصرف مش موجودة، أي شيء مفيد مبهج، القانون مهم والعقوبة مهمة، بس الأهم هو الوعي. طب انت عارف اللي بتتحرش بيها دي تبقى مين؟ تطمن كده ان بلدنا فيها مبدعين جامدين جدا، دول النجوم الحقيقيين، ودول اللي لازم نحطهم فوق راسنا. إهانة المرأة وإهانة الفتاة إهانة الوطن. في كتب معينة لازم أشوف إن صورة أمي وهي بتديني فلوسها عشان أشتريها. رواية صعبة جدا، تتعمل مسلسل إزاي؟ ولسوف يعطيك ربك فترضى. انا طبعا الحكايه لعبت في دماغي، انا هديك شويه حاجات نرفع لك الهيموجلوبين. معا لانقاذ انسان، مش بس هنتبرع بدمنا، لا هنستثمر دمنا، هنحط دمنا وديعه في بنوك الدم التابعه للهلال الاحمر، علشان الوديعه دي هتترد لنا بعد كده، هتترد لجارك، لاخوك، لوالدتك. مش قادر أقول لكم أحلى من معا لإنقاذ إنسان. يعني في السياق ما انساش أبدا أوجه التحية للهلال الأحمر المصري اللي مجهوداته جزء كبير منها مبني على المتطوعين وعلى العمل التطوعي زي اللي بيعمله خالد النبوي. خالد النبوي، أنت ذكرت في المؤتمر الصحفي أنه لك أخ كان بيحتاج للدم وما أسهبتش، يعني ما فهمتلاش الحدوتة كانت إيه؟ ما لا يعني ما هو خدي بالك ما فيش حد فينا فعلته ما عندوش مريض، فأنا بس بقول أن أنا شفت ده. أنا ما بطولش في ده لأنه مش أنا الوحيد اللي كان عنده أخ مريض، بس أخويا أنا شفته قعد 8 سنين إزاي كان بيحتاج لنقل الدم، وزي ناس كتير يعني بشكل مستمر، لأنه كان عنده مرض خطير قعد فيه 8 سنين وكده. المهم أنا بصي أنا هقول لكم على حاجة، أنا كل ما تخوفاتكم أنا محترمها وموافق عليها، ولازم كل الناس تعمل المستحيل علشان تزيل التخوفات بتاعت الناس، مش بس في الموضوع ده، في اي موضوع، بحيث يحسهم ان اللي بيعملوه له مردود. انا موافق على ده تماما، بس في نفس الوقت العمل اي شيء مفيد مبهج. طبعا انا كنت حاسس ببهجه، وكنت بهزر وانا واخدت كيس الدم بتاعي وقعدت ارفعه كده للصحفي، كنت مبسوط. طبعاً. حقيقي مبهج. وبعدين مش لازم احنا اي مجموعه في اي مكان، مش لازم هم مشاهير وبيتبرعهم، دول النجوم الحقيقيين ودول اللي لازم نحطهم فوق راسنا. أي مجموعة في أي مكان تقدر تعمل حاجة عظيمة وحاجة مفيدة. أنا كنت نيتي أنه لأمي الله يرحمها. الله يرحمها. لأنها يعني رحلت قريبا يعني، فبس. لمن لا يعلم، أم خالد النبوي رحمه الله كانت تقريبا كل حياته كان علاقته بيها يعني زي ما أعرف. يعني زي ما عرفت ان هي كانت كل حياته، وكان فقدانها شيء صعب جدا ومؤلم جدا. والحقيقه ما كنتش ناوي ابدا نفتح الموضوع، لانه عارفه قد ايه هو قاسي على خالد. الله يرحمها ويحسنها. ست عظيمه، واي حاجه كويسه يعني موجوده فيا هي سببها. ابويا طبعا الله يرحمه، لكن هي الست اللي ابويا مات عنده 47 سنه، هي كانت ست عظيمة جدا. يعني أنا لو أعدي في المكتبة بتاعتي وأبص على الكتب، يعني في كتب معينة لازم أشوف إن صورة أمي وهي بتديني فلوسها عشان أشتريها، يعني أقول الكتاب ده إدتني فلوسه في الوقت الفلاني، والكتاب ده وبسببها أنا قريت الأدب
بسببها انا قريت المسرح الفلاني والادب الفلاني. وانا ما اعتقدش انه كان الموضوع يسير للدرجه دي. يعني انا قادره افهم ان انت من اسره متوسطه، يعني فكره رفاهيه الصرف مش موجوده الا على العلم. يعني صح، ده كلام صحيح، بس الا على العلم. ست مكافحه جدا، مسؤوله قوي، وبعدين علمتني كتير. يعني انا افتكر لها موقف لما جالي مسلسل بوابه الحلواني وانا يا دوب متخرج، ف وما كنتش مضيته، بس يعني وافقت كده، عجبني الشخصيه ووافقت. وبعدين جالي فيلم، والمسلسل كله كنت هاخد فيه رقم يعني 1900 جنيه. فالفيلم جه تقريبا بقد المسلسل مرتين ونص. فانا طبعا الحكايه لعبت في دماغي، فرحت قلت لها انا على فكره. قالت لي اوعى. قلت لها ليه؟ قالت لي مين اللي كلمك الاول؟ قلت لها المسلسل. قالت لي قلت لهم انك موافق؟ قلت لها ما مضيتش. قالت لي لا، طالما قلت يبقى خلاص. الفيلم فلوسه اكتر يا ماما. قالت لي ولو، طالما اتفقت تلتزم. عايز اقول لكم انه هي دي شخصيه خالد النووي لحد اللحظه دي. خالد يعني هو الشخص اللي يتقيد بكلمه، وكان وهي منها، هي منها الله يرحمه. وكان بوابه الحلواني، وكان عندها حق. في ايه يا ربيع؟ لا مفيش حاجه. مالك زي ما تكون قلقان مني؟ لا طب وانا هقلق منك ليه؟ شوف يا ربيع، انا الايام علمتني كتير قوي، ودتني اخر الدنيا، عانيت اللي محدش شافه ولا عرفه ولا حتى سمع عنه، مشيت في شوارع باريس لوحدي. كل ده ربيع علمني حاجة مهمة قوي، ان مفيش اي حاجة في الدنيا دي تستاهل. عاقل انت طول عمرك، عاقل. طب يلا بينا بقى نسمع سي عبده. يلا دي فرصة، كتر خير وسلامة اخويا. يلا تعالى. يلا الخطوة الجاية دايما ايه لما بنبدا نتكلم؟ انا برجع تاني لموضوع التبرع بالدم، الموضوع الاهم في حلقه النهارده. الخطوه الجايه يا خالد، انت رحت اتبرعت في الهلال الاحمر، الخطوه الجايه ايه؟ الخطوه الجايه من بيتي بقى اكاديميه الفنون، معهد الفنون المسرحيه في اكاديميه الفنون. ان شاء الله هنروح هناك وهقابل زملاء المستقبل الممثلين والمخرجين اللي هم يعني بيدرسوا دلوقتي في الاكاديميه، ونجوم المستقبل، بحيث يتبرعوا معايا برضو بالدم. طبعا يعني هي نشر الفكرة واستثمار كمان رصيد جديد. يعني ده بيتي بقى، فاروح لأساتذتي واروح لزمايلي الطلبة واقول لهم عايزين نعمل الحكاية دي. وكنا الحقيقة يعني لقينا تعاون كبير جدا من الدكتور أشرف زكي. هايل جدا. امتى هتروح الأكاديمية؟ وهو كان أستاذ ليا في المعهد. دكتور اشرف زكي يدرس لك كمعيد مع الاستاذ سعد اردش كاستاذ. كان بيدرس لك ماده ايه بقى؟ التمثيل. استاذ سعد اردش كان الاستاذ والدكتور اشرف زكي كان المساعد بتاعه، كان المعيد يعني بتاعه. كان بيديك درجات كويسه ولا استاذ سعد بقى؟ هو المعيد ما بيديش درجات، ما يقدرش هو، بس كان يعني ممكن يزكي يقول. انا حاسه ان الطلبه اللي هنا يعني علاقتهم بالمعيدين مش ولا بد ولا ايه. قادره احس كده. اهو حضرتك طالبه في ايه؟ في خدمه اجتماعيه. انا مش هجيب الكاميرا عليكي عشان المعيد ما يشوفكيش. اهلا بحضرتك. فانت هتروح اكاديميه، امتى هتروح اكاديميه الفنون؟ قريب يعني اليومين دول. طيب ارجوك خليك معانا عشان برضو نسجل ده ونصوره كمتابعه. انت عايزه مش عايزه تسيبي حاجه لحد خالص؟ لا والله يا خالد، انا لا ابدا، انا مؤمنه بالموضوع التبرع بالدم، ولولا الحرج يعني كنت قلت اكتر بكتير، كنت قلت انه كيس الدم ده اللي بيتعمل ده بيكلف الدوله اكتر من 70 جنيه الكيس، بس غير الابره اللي احنا بنجيبها وبنشتريها من بره. يعني عايزه اقول لكم انه اصلا المكونات كلها المحيطه بالدم بتكلف الدوله كتير جدا. فالواحد سوري انا اسف، وفي حاجه كمان قالتها لي دكتوره مؤمنه لاني قاعد اسال طول الوقت، انه في حد بياخد كيس الدم ببلاش خالص ودول بتوع التامين الصحي، وفي حد بياخد كيس الدم ب 200 جنيه، وفي حد بياخده ب 300 جنيه، يعني هم بي وهم بي بي يعني
بيسلموا الناس، مش كل الناس تاخد بفلوس. اه طبعا اه طبعا. فهو انا مؤمنه، بقولك الموضوع ده من زمان من وانا في الجامعه، عشان كده اول ما عرفت ان انت هتبقى سفير للحمله دي حسيت لا احنا بنعمل الحلقه دي استضافه طبعا لنجم كبير زي خالد النبوي، وتدعيم للرساله اللي انا شخصيا مؤمنه بيها الى اقصى مدى. وزعلانه ان انا دلوقتي ما اقدرش اتبرع بالدم لانه الهيموجلوبين لا يسمح بانه يبقى فيه. ما احنا هنديك شويه حاجات نرفع لك الهيموجلوبين. خلاص ناخد فاصل بقى على ما ناخد قرصين حديد ولا حاجه، بعد الفاصل نرجع للنجم خالد النبوي. ماشي. قلنا سكه يا جماعه بيقول لها اه بتروح عاملاه كده. انا هقول لك بقى اكتشفت حكايه الاخراج دي امتى، انا بس ما اتكلمتش عليها قبل كده. اهانه المراه واهانه الفتاه اهانه الوطن، يعني حاجه تكسف يعني، يعني جنون يعني. ما اتكلمتش ليه على محطه بس؟ الله الله الله. طب وما هيفضل لنا ايه؟ روايه صعبه جدا، تتعمل مسلسل ازاي؟ تطمن كده ان بلدنا فيها مبدعين جامدين جدا، بقى في حريه ان احنا نسمع بعض. مجموعه من المخربين البغاء اصابوا ضرر كبير جدا في عموده الفقري. ده مشهد انا وانا بعمله انا حاسس ان هيجرى لي حاجه. صعب الانصياع خالد النبوي، كل حاجه لا وليه لا وليه. قال لي بعد ما تتخرج من مخروبه دي هتشتغل ممثل ولا مخرج؟ مع انه في كتير من المخرجين ابقى مش مقتنع ب 90% من اللي بيعملوه. طب قول اي حاجه. ايوه كان كلمه. لما قدمتك دكتورة مؤمنة كامل في الأوبرا وهي بتعلن ده، الحقيقة قالت المختصر المفيد، قالت إنه خالد النبوي يمثل قيمة كممثل مصري وعالمي، وكان ده أعتقد اختصار لشغلك. القيمة دي بشوفها مش بس في الحملة اللي أنت بتعملها دي خالد النبوي، إنما كمان في حملات سابقة أنت مش انضميت ليها، أنت انبريت يعني أخدت المبادرة عشان تعملها، زي حملة ضد التحرش. اه مصر ما حدش تحرش بيها. اه طبعا دي كانت حملة عظيمة. اشكرك. يعني معقولة مصر العظيمة تبقى نمرة 2 في العالم في التصنيف في التحرش؟ يعني حاجة تكسف يعني. وبعدين بنتحرش بإيه بقى؟ بنتحرش بأمهاتنا؟ يعني أنا قعدت أفكر في الموضوع، بنتحرش بإخواتنا؟ طب أنت عارف اللي بتتحرش بيها دي تبقى مين؟ وعشان كده جت لي فكرة الممرضة، انك انت بتتحرش بواحده ما انتش عارف هي مين، بعد شويه انت تتعور، هي دي اللي هتعالجك. فازاي تتحرش بممرضه؟ ازاي تتحرش بواحده ممكن تكون مدرسه لابنك او لبنتك؟ يعني جنون، يعني جنون جنون. اه وبعدين اللي حصل ايه بقى؟ احنا تحرشنا بالانثى، هذا المقدس، المراه امن قومي زي ما بقول من غير يعني، ده كلام ما هوش كبير وما هوش شعارات الحقيقه. يعني ما تشوفوا في بيوتنا مين اللي شايل بيوتنا؟ الست الحقيقه. فاي كلام غير كده عبث يعني. الرجاله هيزعلوا دلوقتي بس يعني ما تزعلوش، انا بتكلم عن امي، بتكلم عن اختي. فاحنا لما نتحرش بامهاتنا واخواتنا ومدرسات ولادنا، بقينا بنتحرش بتاريخنا، بقينا بنتحرش بمقدساتنا، بقينا بنتحرش بانسانيتنا، بمصادرنا يا ستي. نتحرش بالنيل ونتحرش بالسينما ونتحرش. الله الله الله. طب وما هيفضل لنا ايه؟ هيفضل لنا ايه؟ الوعي المجتمعي مهم جدا. ومره تانية اهانه المراه واهانه الفتاه اهانه الوطن، مش اهانه لفرد. حملتك، خلينا نعرض جزء من الحمله اللي كان عملها قبل كده خالد النبوي ضد التحرش. ربنا يخلي لك اختك. ما عنديش اخوات بنات. يا
مش قادر. ثواني. خفت؟ خفت يا عنتر؟ أكيد لأنك جبان. طلعت أجدع منك مش كده؟ المرة الجاية هي اللي هترقدك. فهمت؟ فهمت يا عنتر؟ مصر محدش يتحرش بيها. معاً لمكافحة أفعال لا إنسانية. خالد، انت اللي اخرجت الـ 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 الفيديوهات دي؟ كتبتها واخرجتها وانتجتها وبعدين اديتها لل... ايه ده، انت اللي انتجت الحلقه دي؟ كل حاجه. انا افتكرت انك صاحب الفكره وخلاص. لا، وسوديتها للقنوات هديه كمان يعني. ما انا فخوره جدا بيك. دي مصر يعني، ما عظيم ولا فخوره حاجة. لا، فخوره بيك، فخوره بيك انك مش بس قبلت انك تعمل ده، لا ده انت انتجته على حسابك ايمانا بالفكره. انت هنا بتشرح لهم. انا بشرح اللي انت شفتيه بقى دلوقتي. بس على كل اللي بتخش هنا من السكه يا جماعه، بيقول لها بتروح عاملاه كده اهو، مش عايز اروح. يعني في الاول على هنا اهو، على التلات طبعا عليه، منه على دخولها. بس اشتغل املاها، بترجعه رحت انا داخل عليها. مش هنا هيتخمك قوي، فهتقول لك تراك هنا، وهاخد لك ده بعد اذنك يا احمد لما نيجي شغالين، هاخد لك ده في الشغل. ولا ده مش هيبقى احكي لي عن تفاصيل الإخراج أكتر. الإخراج ده كل ما أنا طبعا عايز يعني أعمل حاجة إن شاء الله. أنا بكتب فيلم علشان أخرجه إن شاء الله. ما أنا هقولك بقى اكتشفت حكاية الإخراج دي إمتى. أنا بس ما اتكلمتش عليها قبل كده. في معهد فنون مسرحية أنا كنت مناكف قوي. يعني الأستاذ، أي أستاذ هتعمل الدور ده؟ لأ، كل حاجة لأ. وليه؟ لأ وليه؟ طب هتاخد الخط ده من هنا لهنا وتكلمها وانت كده؟ طب ليه مش كده؟ طب لأ ليه؟ وبعدين أستاذ سعد أردش فجأة، وأنا بقول له في مرة من مرات ليه، قال لي يا خالد أنت هتشتغل إيه بعد ما تتخرج؟ قلت له مش فاهم حضرتك. قال لي بعد ما تتخرج من مخروبة دي هتشتغل ممثل ولا مخرج؟ قلت له لا هشتغل ممثل يا أستاذ سعد. قال لي بقى تسمع الكلام. هو كان له لازمة كده. اسمع الكلام يا خالد. قلت له فهنا علمني انه لا، انت هتشتغل مخرج بقى ولا هتشتغل ممثل؟ ممثل يبقى تسمع الكلام شويه. مش معقول كل ده. اتعلمت بقى. اتعلمت ايه بقى؟ في البروفات، هو برضو علمني الاستاذ سعد. في البروفات اقول كل حاجه واسال على كل حاجه. في التصوير، حاضر يا استاذ. خلص. نعم يا استاذ. مع انه في كتير من المخرجين ابقى مش مقتنع ب 90% من اللي بيعملوه، انما ما ده خلاص هو المخرج، فاقول له حاضر يا استاذ. فانت بقى، معلش انا هرجع بقى خطوتين للخبر الاكسكلوسيف اللي انت قلته ده. من حيث لا ندري، فيلم ايه اللي انت هتخرجه بقى يا خالد؟ لا، هو الخبر اكسكلوسيف. لكن الكلام عن الفيلم لكن المضمون الكلام عن الفيلم طب لسه ما جاش شويه يعني. اولا لازم تبقى الفكره براقه جدا، لانه وممكن تبقى براقه وبسيطه. وايه كمان؟ مش لازم الحاجات تبقى كلها كده، ممكن تبقى بسيطة. جبت تمويل له ولا لسه؟ لا لا لا، ما بفكرش انا بالعكس. انا هخلص كتاب الاول وبعدين اشوف هعمل له ايه. لكن فيلم روائي طويل؟ اه.
طب قول اي حاجه. ايوه كم كلمه. خالد النبوي. عايزه اقول بس ايه، خالد النبوي من الناس اللي مخهم طول الوقت شغال، طول الوقت شغال، يعني سواء في عمل بيعمله، سواء في الحياة، سواء في قضية عامة، سواء تعليق على خبر، يعني طول الوقت ما بيديش أجازة لمخه، في حالة إدراك ووعي دائم وبس الوعي في اللي حواليه، ودي ملحوظة أنا يعني متأكدة منها 100%. عايز أخد أجازة بقى. عايز تاخد اجازه؟ بفكر اخد اجازه فعلا، يعني 7 دقايق ولا ولا يمكن ولا يمكن. طيب اللي بتعمله، الحملات اللي بتعملها عظيمه جدا خالد النبوي، وكمان في حمله كانت الترويج للسياحه في مصر، انت كمان عملت عليها شغل؟ ما هم كمان الحقيقه السياحه في مصر ده مصدر مهم جدا. عندنا كام واحد بيشتغل في السياحه؟ لو ملايين، وبعدين كل واحد مسؤول عن 3-4. طيب لا يمكن كان هيتم اختيار خالد النبوي في حملات رصينة محترمة لجهات محترمة إلا لأنه عنده رصيد محترم، يعني الناس تقدر تستغله. الرصيد المحترم ده فيه تراكم كبير جدا. أنا هقف عند آخر حاجة عملها خالد النبوي واللي ما اتكلمش عنها ابدا بالرغم من كونها عمل فني فريد، وهو مسلسل واحد الغروب، محمود عبد الظاهر المأمور المصري اللي شارك في ثوره عرابي وراح الواحد. الدور ده اداه خالد النبوي بشكل ملفت ومتفرد، ولا مره اتكلم على الدور ده مع انه من سنتين. اتكلمتش ليه على محمود عبد الظاهر؟ بص ضيف طيب اغير السؤال يمكن يجاوب. طيب لما اتعرض عليك مسلسل واحة الغروب المأخوذ عن رواية بهاء طاهر واحة الغروب، قبلتها بسرعة ولا فكرت؟ قبلتها بسرعة جدا. طب ما انت بتجاوب اهو. احكي لي عن القصة. يعني مجالي المنتج يعني قابلني في، كنا في حدث معين كنت باخد جايزة عن دوري في مسلسل مريم شخصية نديم فخري. فجه الأستاذ جمال قال لي أنا عندي مسلسلين، مسلسل هديك فيه فلوس ومسلسل مش هقدر اديك فيه فلوس، هديك يعني قليل يعني. فقلت له، قال المسلسل السنه دي والمسلسل الثاني واحد الغروب مع كامل ابو ذكري السنه الجايه. قلت له خليني في المسلسل ابو من غير فلوس، انا هشتغل واحد الغروب. قال لي بس عشان ده برضو يبقى مع ده. قلت له لا، انا عندي مسلسل السنه دي اسمه 7 ارواح، ويعني انا عايز اعمل واحد الغروب، وانا قريت الروايه كنت لما نزلت، وبعدين كلمتني الرائعه كامله ابو ذكري. قالت لي ازيك يا خالد؟ قلت لها ازيك يا كوكي؟ قالت لي استاذ جمال كلمك؟ قلت لها ايوه. قالت لي طيب. قلت لها امور يا كوكي. قالت لي انا عايزاك محمود. قلت لها حاضر يا كوكي، يعني ان شاء الله انا هقابل الاستاذ جمال وهنتكلم. قالت لي ماليش دعوه، تتكلموا تقولوا ايه تتفقوا او ما انا عايزاك محمود. قلت لها حاضر. لما رحت امضي لقيت كامله قاعده في المكتب عايزه تطمن ان انا بعمل وكانت رحله رائعه مع كامله ابو ذكري. لأول وهلة اللي كان قرا رواية واحد الغروب، وعلى فكرة دي كانت أول رواية في جايزة كبيرة جدا اسمها جايزة البوكر، كل الناس تسمع عنها اللي بيقروا، كانت أول مرة يعملوا البوكر باللغة العربية، كانت هي رواية واحد الغروب لبهاء طاهر هي اللي فازت، هي أول رواية عربية تاخد البوكر العربي. اللي قروا الرواية
الحقيقه لما عرفنا هتتعمل مسلسل قالوا ايه ده، الرواية صعبة جدا، تتعمل مسلسل ازاي؟ يعني كان عندهم مليون علامة استفهام انه ازاي الرواية دي تبقى مسلسل. ده كلام كويس قوي. يعني اولا طبعا الاستاذ بهاء طاهر يعني عامل تحفة فنية، تحفة حقيقي. ادبية ده حقيقي، ويعني انا بشكره، ربنا يديله الصحة. ده شيء له معنى نعمله في حياتنا كفنانين. أستاذ بهاء طاهر يستحق يعني أكبر الشكر والتقدير والتحية على واحة الغروب، أكثر من أكثر. وعلى كل رواياته وعلى كل أعماله يعني. صحيح. أفهم تحيزك لواحة الغروب، بس هو عنده روايات عظيمة كثيرة جدا وفي أدبي رائع. طبعا طبعا. الرواية صعبة. الهم يعني انا بالنسبه لي كان عندي هم ان محمود عبد الظاهر ده بطل روايه، ازاي تنقله يبقى لحم ودم ويبقى للناس دي كلها. انت عارفه جمهور الروايات جمهور محدود، مش كبير. فانت لما تاخد الروايه دي لازم تقول طب ازاي محمود يبقى ده، بقى شغل كتير قوي قوي. يعني خلينا نشوف بعض المقاطع من العمل الفني الرفيع الرفيع اللي اسمه مسلسل واحد الغروب. سافر حبيبي وداخل يودعني، ازاي كده؟ ازاي بتفتح نفسي للأكل وانا نفسي مسدودة عن الدنيا كلها؟ الحواديت اللي بتقوليها من صغرك دي بتجيبيها منين؟ بتحفظيها انت؟ تعرفي منين انا نفسي في من غير ما اتكلم؟ انتوا عايزين البلد تسلم من قبل ما تتهزم. نفتح دراعاتنا لاحتلال الانجليزي. انا ضابط اسلم ان الجيش اتهزم قبل ما يحصل. انا لو عملت كده طلعت ابقى بخون. انتوا هتودونا في 60 داهيه بكلام كده. تهزمونا واحنا في ارض المعركه. نعمة كانت واحدة في الشارع عندنا في البيت، ست كبيرة عند والدتي. مصدقاني؟ ايوه مصدقك، عشان انت مش بتكذب عليا. ده انت قلت لي بقضمة لسانك انك بتعرف ستها التانية. قضمة لسانك؟ وحشني البلد الايرلندي والله. تعالى هنا. عرابي باشا أشرف من كل الخديوية، وأشرف من الباشوات الكبار اللي باعونا الإنجليز الخونة. عرابي باشا جزمته برقبتك ورقبة اللي مشغلينك في النظارة ورقبة الخديوي بتاعك. روح بقى بلغ اللي مشغلينك. والآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. لم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. طب انا هقول انطباع عن المسلسل بشكل عام.
انه عمل فني زي واحد الغروب، مش هتكلم على متعة المشاهدة، انما هقولك عن احساس داخلي بالاطمئنان لما تتفرج عليه. تطمن كده ان بلدنا فيها مبدعين جامدين جدا، تطمن ان في ناس عينيها بتشوف صورة حلوة وبتنفذ صورة حلوة، انه في ناس بتكتب بشكل ابداعي راقي، ان في ناس بتمثل وفاهمة ان هي بتمثل ايه، في ناس بتحط مزيكا وعارفة هي بتحط ايه، في ناس بتصنع لوحة تنافس او تسبق اي صانع دراما في الاقليم ده من المحيط الى الخليج. هو احساس كده انك متقبل. بتكلم على الاحساس الشخصي. ما فيش شك ان ده واحد الغروب يعني نتيجة عمل فريق كبير جدا، مجهود جبار، ابداع من ناس كتير فيه، تعاون عظيم بين افراده، ونتيجة زي ما انا قلت قبل كده لرقصة حلوة بالنسبة لي مع راقصة بارعة اسمها كاملة ابو ذكري. هايلة هايلة. يعني كاملة ابو ذكري هايلة هايلة هايلة. انه يعني انا اتصور اللي حصل بيني وبينها يحتاج الى فيلم تسجيلي في العمل ده. من يوم ما اتقابلنا في فبراير 2016 لحد ما صورنا في ديسمبر 2016، يعني 10 شهور ما بين اول لقاء واول يوم تصوير. واتكلمنا واتطمنت انا ليها وهي اتطمنت لي. انت كنت بتصور في الواحات؟ ومصور في الواحات وفي سيوة وفي لا الواحات ما صورناش، صورنا في الفيوم بدل من الواحات. بس روحنا سيوة، اسكندرية، الفيوم. وهنا لما صورنا في آخر الدنيا، لأنه اتبنت مدينة شالي أو سيوة القديمة أو المدينة القديمة في سيوة اتبنت في صحراء سقارة. اتبنت للمسلسل؟ يعني القرية المعنية يعني اللي في الواحات دي ده كان ديكور. ايه أكتر المشاهد اللي انت بتعتز بيها في واحة الغروب؟ في مشهد مش فكرة بعتز بيه انه حصل، دايما اللي حصل بيني وبين كاملة هو اللي بفتكره في الكواليس. يعني المشهد بتاع اللي بيقول فيه انت جاي لي عشان ابقى خنفس، اللي بيقول له فيه مش عايز اسمعك. يا انت طلعت جاي لي عشان ابقى يوسف خنفس؟ ابقى خنفس أخون الحاجة الوحيدة اللي أمنت بيها في حياتي. أبقى خنفس اللي باع زمايله وتسبب في موته. أبقى خنفس اللي خان جيشنا وتسبب في هزيمتنا. أبقى خنفس وأقول عربي خاين والثورة هوجة والثورة خونة. احرقوهم. ليه خنفس ابن الكلب اللي تسبب في هزيمتنا عيش، وعبيد اللي اتسهر تحت مدفعه من سخونته يموت وهو بيدافع عن وطنه؟ ليه يا طلعت؟ ليه امسى الخنفس ده يعيش وعبيد هو اللي يموت؟ ولأني كنت على اتصال بالممثل الكبير خالد النبوي أثناء عرض واحد الغروب العرض الأول لها، عرفت أنه أصابه ضرر كبير جدا في عموده الفقري. أنت حصل لك مشكلة كبيرة جدا. صحيح. وغالبا ما اتكلمتش فيها أبدا، إنما أنا عرفت أن أنت اضطريت أنك تسافر بره عشان تاخد علاج، وكانت الأيام الأخيرة من التصوير كانت صعبة جدا. يعني تقريبا في شهر ونص من بعد ما وقعت أنا من على الحصان. أنا حصل لي إيه اللي حصل أصلا؟ أنا حصل لي كسر في الفقرة العجزية الثالثة.
وكان لازم انام من 6 لـ 8 أسابيع، ما كانش في حل تاني لانه صعب جدا تعمل الواحد يعمل عملية في المكان ده. واضطريت ان انا اخد ادوية كتيرة جدا. لا انت وقعت على الحصان وانت في المسلسل؟ وانا في المسلسل. لا احكي لنا احكي لنا الحصان يعني ما كانش حصان مدرب للتصوير، يعني في حصانة مدربة للتصوير ما يخافش من الكاميرا، يمرنوه انه ما يخافش، انه يعني لسه احنا في الحكاية دي يعني بعيد شوية عن اللي العالم وصل اليه ومحتاجين نشتغل عليه. فالحصان يعني حصلت حالة هيج للأسف الشديد. فلما وقعت انا بحاول اقوم، ده انا وقعت قصاد الحصان يعني كويس ان هو برجليه، يعني كانت وقعة خطيرة جدا. لما حصل ان انا وقعت انا بحاول اقوم، مش قادر بقى اقوم خلاص، مش قادر امشي. فالمهم يعني بعد كده لما جينا لما نزلت على القاهرة شالوك بقى ولا ايه اللي حصل؟ شالوني وديني مستشفى بسيط جدا في سيوة، ما يعني الامكانيات بسيطة جدا يعني ما قدروش يعملوا اي حاجة. انا كنت فاكر ان ده هياخد يوم وبعدين ارجع اصور، لكن مش قادر. رجعت القاهرة، دكتور حسام الدين صلاح قال لي في كسر بعد الأشعة، وده محتاج من 6 لـ 8 أسابيع، وما فيش حصان لمدة يعني 4 شهور على الأقل. قلت له ازاي ده انا عندي شغل؟ قال لي مش يعني مش هينفع. فدوني بنج موضعي طول الوقت كنت بشتغل بيه عشان المسلسل هيتعرض في رمضان. وبعد ما خلصت المسلسل، خلصت المسلسل يوم الوقفة بعد الظهر، خلصت الصبح تصوير وبعدين رحت على الاستوديو عشان أسجل الصوت، وبعد كده سافرت برنا قعد 1.5 شهر. بس انت كان استكمالك للتمثيل وتحديدا ركوب الحصان او لا ما ركبتش الحصان بقى؟ ما قدرتش بقى. لا لان في يوم اضطريت، كنا بنطلع فوق للسطوح علشان ضرب المدافع، كان في مشهد لضرب المدافع لشفاعه الغروب. فكانوا بيطلعوني بسلم لانه ما كانش عندنا سلالم تطلعنا لفوق. احنا كان الموضوع مبني في الصحراء، فعشان اطلع السلالم كان يعني اطلع السلم ده عشان ابقى فوق. انا يعني حصل لي آلام عنيفة جدا برغم البنج الموضعي والبنج كان في بنج باخده يعني أشرب يعني حباية. فخدتها مرتين، تاني يوم لقيت نفسي مش قادر أقف في التصوير. فبطلت أخدها وبستبدلتها بالبنج الموضعي. الإصابة دي أثرت على فكرة مشاهد ركوب الخيل؟ إنما بالتأكيد ما أثرتش أبدا على أداء خالد النبوي اللي كان فوق الرائع في الحمد لله. هو حصل حاجة في مصلحة الشخصية انه محمود في الروايه بيشحب، بيتقال عنه انه بيشحب يعني بيخس جدا وما بياكلش وبيشحب. انا اللي حصل لي ان انا ما بقتش اكل، فبقيت عامل كده. فهتلاقي في فرق في الوزن ما بين بدايه المسلسل واخر المسلسل. ده خدمني لان انا كده يعني كنت هعمله. طيب عشان اختم الكلام عن واحة الغروب، انت شايف المأمور محمود عبد الظاهر ازاي؟ أنا شايفه عنده ضمير، ضمير كبير، وهو الضمير ده اللي خلاه ما يعرفش يعيش. ضميره يعني معقولة إنه يشهد ضد ثورة هو مؤمن بيها؟ الموضوع صعب جدا. يعني ده مشهد أنا وأنا بعمله أنا حاسس إنها هيجرى لي حاجة. فعليا مشهد الشهادة الزور ضد عرابي باشا، أنا يعني أنا خلصت المشهد جريت على حتة لوحدي لأني عايز أطلع، مش عايز أفضل في الحالة دي، وإلا فعلا هيجرى لي حاجة. المشهد ده يعني في أحداث المسلسل اللي بيعرض على شاشة سي بي سي دلوقتي، إنه طلبوا من محمود عبد الظاهر الضابط ده إنه عشان يفضل في الخدمة وما يترفدش إنه يشهد ضد العربية أو ثورة عربي. يا سيد محمود، كيف ترى أحمد عربي وزمرته؟ عصا وطنيين؟ ليس عصا. ليس عصا؟ تكلم سيد محمود.
بل أسوأ، مجموعة من المخربين، البغاء، أضر بمصلحة البلاد. هل تريد أن تضيف شيئا؟ أنا هستخدم سلطاتي في الاستوديو هنا وهستجوبك. احنا عايزين نحكي حدوتتنا. ارجو ان الحلقة دي تكون صيحة نذير. انا في 7 اشتغلوا على وشي وكل واحد 3 ايام مثلا ولا حاجة، كلامه كأنه بيقوله النهاردة. اللي ناقص بقى انه القنوات تصدق ان ده شيء محترم ومهم. مش هينفع كل عظيم يجي في حياتنا يبقى عنده سطرين في 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 جورنان وخلاص. انا متشكر جدا. العفو. طيب دلوقتي نجم عالمي بس انا هستخدم سلطاتي في الاستوديو هنا وهستجوبك على بعض ما تتخضش يا خالد. هستجوبك على اعمال فنيه يا سيدي اعلنت ان انت هتعملها وعايزين نعرف مصيرها ايه. دكتور مصطفى محمود. يا سلام. دكتور مصطفى محمود ده انا اشتغلت عليه من 5 سنين، منتجه احمد عبد العاطي اشترى القصه وكنا متصورين. انا عايز اكون ايجابي دايما. إنه هذا الإنسان الكبير اللي عمله موجود على الأرض إلى الآن، دكتور مصطفى محمود عمله موجود في كل مستشفى بناها، في كل مستوصف في مكان صغير عمله، في الجامع بتاعه. مصطفى محمود في علمه النافع اللي اداه للناس عمله موجود إلى الآن لم ينقطع. وخليني أقول لك إنه اشتغلنا شغل كتير قوي وتعبت قوي وقعدت أكتر من 4 شهور أشتغل وأقرأ وأبص. إن شاء الله. أنت ليك فيديو وصور يعني نسخة كاملة من دكتور مصطفى محمود. طيب وريه لهم بقى وهم يقولوا لي أكمل ولا ما أكملش. طيب خلينا نشوف. خلينا هم نشوف. ناخد استفتاء. خلينا نشوف. أرجو إن الحلقة دي تكون صيحة نذير وجرس إنذار بالمستقبل اللي بيهدد كل أمة كسلانة وعايشة في الأحلام وفي الخوف وفي الصراعات. بقول جه الوقت بقى إنها تفوق، وإلا هيفوت الوقت. يعني انتوا صورتوا تريلر
يعني عمل يعني المعالجة أو الشكل في دماغه واضح؟ احنا عملنا تقريبا بايلوت حلقة يعني عملنا أولا الكلام ده كلام الدكتور مصطفى محمود ده مش كلام حد ده كلامه اللي قاله سنة 80 تقريبا. شوفي قد إيه هو سابق. تما تبص كده تلاقي يعني كلامه كأنه بيقوله النهاردة. فالشكل الخارجي ده بعد 4 شهور مجهود بميك اب. أنا في 7 اشتغلوا على وشي وكل واحد 3 أيام مثلا ولا حاجة عشان نوصل الحكاية دي. وطمن اطمن المرة دي هنطلع كويسين. اطمن اطمن العملية هتنجح المرة دي. طبعا كانت بتبقى انما ده كله كمان انت عارفة انا كلمت الماكير اللي عمل لي الميك اب بتاع شخصية السادات رئيس السادات في امريكا وبعت لنا هيعمل ايه وبعت التكاليف وقلت نجيبه هنا يقعد 3 أسابيع في الاول يمرن الناس ويبقى نقلنا علم للناس بتوع المكياج في مصر وبعد كده يمشي وهم يكملوا. كل ده اتعمل. اللي ناقص بقى انه القنوات تصدق ان ده شيء محترم ومهم. هو ده اللي ناقص. اصل المنتج مش هو اللي لازم يبقى بتاع الفلوس. المنتج هو اللي يؤمن بفكره زي دي اللي هو احمد عبد العاطي اللي هو قال انا عايز اشتري القصه وراح اشتريها. اللي كلمني واستحملني. يعني استحملني اقول له لا استنى بقى اما افكر. انت بتتكلم على قيمه وقامه كبيره قوي في حياتنا. انا ما اقدرش يعني اقول فجاه انا هعمل ده. استناني اما اشوف استناني اما ادرس فاستناني. طب نعمل ونشتغل ونفكر وبعدين نطلع بده. فده خيال. اتمنى انه خيال الناس اللي بتمول او قنوات اللي بتعرض زي شخصيات اخرى بس يمكن لو بقى اقل من 30 حلقه يبقى الموضوع اسهل دراميا واسهل تصويريا. احنا ما بنقولش يبقى كام حلقه احنا بنقول انه احنا عايزين نحكي حدوتتنا عايزين نتكلم عن الناس العظماء في حياتنا. مش هينفع كده. مش هينفع كل عظيم يجي في حياتنا يبقى عنده سطرين في في في, في جورنان وخلاص. يعني جمال حمدان مش هنستفيد بيه. طب امال مصر عظيمة ازاي؟ جمال حمدان مش عارفين ايه، زكي نجيب محمود مش عارف ايه. يا جماعة ناسنا كتير قوي وعظمائنا كتير قوي. اتمنى انه حلم المسلسل ده عن شخصية دكتور مصطفى محمود يجد طريقه للنور خلال فترة وجيزة. بس وانت بتتكلم عن مصطفى محمود جبت سيرة الفنان المكياج اللي عمل لك مكياج السادات في مسرحية كام ديفيد. النجم الفاضل خالد النبوي من 4 سنين تقريبا عرض مسرحية مختلفة تماما في الولايات المتحدة الأمريكية عن معاهدة كام ديفيد، وكان بيؤدي فيها دور أنور السادات الله يرحمه. والحقيقة انه في وقتها نالت استحسان كبير جدا وكان وقت عرضها انتهى. أنا فوجئت إنه تم إعادة عرضها أكتر من مرة من بعد العرض الأول. اتعرضت في واشنطن وبعدين من سنتين 2016 عرضناها تاني في كاليفورنيا في سان دييغو. المرة الأولانية كان حضر يعني رئيس كارتر وحضرت طبعا من مصر السيدة جان السادات. المرة الثانية في كاليفورنيا حضر السيد جمال السادات وأخته السيدة جيهان السادات الصغرى ليانانا وحفيدتهم ووالدها زوج السيدة نانا السيد محمود عثمان. حاضروا في سان دييغو. We'll be right back.
من التجارب اللي انت بتعتز بيها خالد النبوي، الحقيقه انه احنا اللي بنعتز بيك كممثل وكنجم، والاهم من ده كمواطن تسعى دائما ان تكون مواطن صالح وتدعو الاخرين ليكونوا مواطنين صالحين في هذا البلد. انا متشكر جدا. العفو. النجم خالد النبوي.